السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله كنحط لكم هذا الفيديو نصيبكم بخير ولاباس عليكم، نطمنكم عليا ونقول لكم راني الحمد لله. ان شاء الله راكم كامل لاباس عليكم. بسم الله نبداو في وصفتنا النهار اليوم. حين نعملوا بطاطا وصفه يعني اقتصاديه وبزاف بنينه، ما فيهاش لحوم، ما فيهاش يعني حاجه اللي غاليين. بطاطا وشويه توابل رايحين نعملوا بها اروع وصفه. يلا مع بعض ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبدا نذكر لكم يعني خطره واحده المقادير ومعاهم طريقه التحضير. عندي حبه بصل مقطعه رقيق، حبه بصل تكون متوسطه. عندي هنايا ثلث مغارف تاع زيت عاديه. عندي شويه تاع هريسه، يعني شويه برك اللي ما تحب، وشويه تاع لاموطارد اللي ما عندهاش هريسه ولا لاموطارد تقدر تتخلى عليها. عندي هنايا زوج ورقات تاع الرند. عندي زوج قطع تاع مرق الدجاج، هذو ثاني اللي ما عندهاش تقدر تعوضهم يعني باي توابل يكون عندها. تقدروا ديروا الكمون، تقدروا ديروا الفلفل، يعني اي توابل عندكم تمشي لكم في هذا الطبق. عندي ثلاث فصوص تاع الثوم. هنا يعني التوابل مزجوا التوابل اللي عندكم، المهم يكون عندكم الثوم والبصل والباقي كامل سهل. ربيت الثوم. هنا عندي حبه تاع فلفل حلو، عفوا حبه تاع فلفل حار، بصح هو كيما على بالكم راه يجي حلو، ما راهش يجي كامل حار، يعني زواخ بلا فايده، ما هوش كامل يجي حار، يطلق لنا برك البنه. ولا حبيتو يكون حار اختاروا اللي يكون حار. عندي شويه كمون، شويه فلفل كحل، وعندي شويه تاع كركم. حبيتو ديروا هنا راس الحانوت تقدروا. عندي شويه ثوم بودره، ولا حبيتو ديروا هنايا راس الحانوت تنحوا الثوم بودره تقدروا، باسكو راس الحانوت فيه كلش. وعندي نص كاس تاع الماء نخلطهم كامل مع بعض بهذه الطريقة. هنا رايحة نزيد شوية تاع طوماطيش مصبرة، مام طوماطيش مصبرة تقدروا تعوضوها بحبة طوماطيش تاع الحب، من الأحسن يعني لو عندكم طوماطيش تاع الحب ديروها. بصح أنا كي قلت لكم وصفة بالبطاطا يعني ما حبيتش نزيد عليها حاجات اللي ما يكونوش عندكم في الدار. بصح هادو كيما الثوم طوماطيش مصبرة كامل كاينين في الديور يعني كامل. هنا عندي حوالي كيلو تاع بطاطا، انتوما ديروا على حسب افراد العائله تاعكم. غسلتها نقيتها نقطعها هكا دوائر، ما يكونوش خشان وما يكونوش رقاق بزاف باش ما تذوبلناش وتتفتت. دوك نوري لكم الحجم تاعها. البطاطا ما تقيدوش بالكميه، المهم اعملوا شحال يناسبكم، صدقوني تجي بزاف بنينه. يعني شحال من خطره تكون عندنا غير البطاطا ما نصيبوش واش نديروا بها، على بالي تقدروا تغلوها ولا تقلوها بصح ما تجيش بنينه مقليه على بالنا في هاي لك الحجم تاع البطاطا. فوالا مقليه على بالي بلي تجي فيها بزاف الزيت، ومغليه ولا مفوره على بالي بلي ما فيهاش بنه وكاين بزاف اللي ما يحبوهاش. نحطها فوق هذيك التتبيله اللي درناها. صح هي بسيطه هذه الوصفه بصح صدقوني التوابل هذاك المزيج بين الثوم والبصل يعني مرق الدجاج بزاف تعطينا نتيجه بنينه. الحار هذاك روعه. وكما قلت لكم غيروا كيما تحبوا في التوابل. انا هنايا يعني كامل درتها خلطتها، رايحه نديرها هنا في هذا البلا. راح ندهنوا بشويه تاع زيت باش ما يلصقليش، ورايحه نستفها لداخل. هنا كي تستفوها ما تصبوهاش كامل ضربه واحده لداخل هذا البلا، لا ستفوها بهذه الطريقه باش تجيكم بعد شابه وتجيكم منظمه. وهذيك التتبيله باش كي تقعدنا نديروها من الفوق هكا، يعني نهار تحيروا ما تسيبوش واش تطيبوا ولا. هذه الوصفه ان شاء الله رايحه تفي بالغرض. هنا شوفوا التتبيله اللي بقات لي نفرشها من الفوق هكذا. اللي ما عندوش مرق الدجاج قلت لكم يزيد شويه في التوابل ويزيد شويه في الثوم، هذا ما كان. هنا خلاص حبطت كامل هذيك التتبيله فرشتها من الفوق.
هنا برك زدت شللت هذاك الصحن بشوية برك تعمى هكذا باش ناخذ كامل التتبيلة اللي عندي، واحد الربع مغارف برك ونحطها مع الأطراف، ما نشللش هذيك البطاطا، لا لا نحطها غير هكا مع الطرف. وراني شعل الفرن على 180 درجة أكيد مقبل، ورايحة نغطيها بورق الطهي. حبيتو ديروا ورق الطهي تزيدوا عليها ورق الألمنيوم يعني يشد لكم أحسن ويطيب لكم بالزربة. أنا هكا ونزيد نغطيها بواحد السنيوة عندي صغيرة باش تطيب لي بالخف، إذا حبيتو يعني الوقت يكون قصير. هنا نحطها في الفرن، أنا قلت لكم نزيد نغطيها بسنيوة صغيرة حتى تطيب لي. هاي لك معانا بعد ما طابت، شوفوا كيفاش تجي مجمرة وفيها هذيك التتبيلة روعة. عندي شوية تاع جبن هنايا، جبن مبشور، إذا حبيتوا تعوضوه بالجبن الأبيض تقدروا قطعوه يعني مرصوة وغطوا به هذه البطاطا ورجعوا شوية يذوب لكم في الفرن. أنا صدقوني ولا غنحب الجبن الأبيض أحسن من هذا الأجبان، سخته مع البطاطا يمشي بزاف. ونرجعوا برك يعني من الفوق يذوب لي ويكون عندي الوصفة هنايا واجدة. نظن ما كاش اسهل من هذه. هاي ليك هذاك الفرماج ذهب لنا غير 5 دقائق برك. البطاطا تاخذ لكم واحد 45 دقيقة حتى لساعة في الفرن نتوما والحجم اللي قطعتوها به. هنا رايحة نسقي لكم شوية منها باش تشوفوها، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. يعني وصفة سهلة بسيطة تقدروا ديروها غير مع يعني شوية تاع سلطة خضراء وتكون عندكم الوجبة كاملة متكاملة. رانا في وقت الحمضيات، تقدروا ديروا عصير تاع البرتقال ولا عصير تاع القارص، يعني يتماشى مليح وتجيكم الوصفة رائعة. هايليك شوفوا هنايا البطاطا تجي طايبة، هذيك التتبيلة فيها روعة مجمرة مع الفرماج ذايب. ما عندي ما نقولكم، هاني قربتها لكم هنا، شوفوا كيفاش تجي هذيك التتبيلة يعني روعة. نتمنى ان شاء الله تجربوها. اذا جربتوها دايما نقول لكم ما تنسونيش بالجام تعليقاتكم الرائعة اللي تحفزني وتشجعني. دايما نقول لكم في اخر الفيديو ربي يسعدكم فرحكم ويهنيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونزيد نفكر لي مازال ما اشتركتش في القناة نقولها مرحبا بيك، الدار دارك، نورتيني. والجام اكيد والتعليق يفرحوني، الله يفرحكم كما تفرحوني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرة جاية إن شاء الله.